بس انا الحقيقه لازم اشيد بدور الاتحاد المصري، لان من فتره طويله احنا ما خدناش مواقف ضد اي حد. صحيح تمام، صحيح قد يبدو للبعض ان هو موقف ملوش نتيجه، لا على العكس تماما. تمام، ما انت عارف، انت ما يكون ليك هدف في مناصب في افريقيا فممكن تيجي على مصر شوية، لكن ما يكون اتحاد ملوش هدف في مناصب وبيشتغل لصالح الكرة المصرية فهتلاقي عندنا احتجاجات زي النهاردة كده بالظبط. يا رب يا رب التوفيق. اللي انا بس عايز اقوله يا كابتن خالد ان اللي قاعدين دلوقتي موجودين في الكاميرون كحكام الطقم بتاع رضوان جيد من المغرب، ده ملاك وده طبعا هيلعب بكره، فيكتور جوميز، وده احنا بنقول ان شاء الله ان هو ممكن يكون موجود في النهائي مع مصر، يكون طرف في النهائي، جسام اللي هيلعب بكره، وفي نضاله وصادق السلم، دول المجموعه اللي موجوده طبعا بالاضافه للثلاثه المصريين اللي احنا قلناهم. مع ان انا زعلان من صادق السلم ده جدا اللي هو التونسي، ليه؟ زعلان منه، كان حكم رابع اعتقد في ماتش مصر والمغرب صح؟ مش فاكر يا كابتن خالد. تقريبا كان هو الحكم الرابع، اتاكد كده، لان هو كل شويه كان يجيب الحكم يدي انذار لشوقي، يدي انذار للمساعد، يدي انذار لكروشي، يعني كل شويه يجيب الحكم ويبلغه تعالى اديهم انذارات تعالى. بس على فكره، انا عايز اقول لك حاجه، ان صادق عمل مباراه كويسه جدا 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 في البطوله، ولاول مره من فتره طويله حقيقه يعجبني اداؤه. تمام، انا ما بتكلمش، انا بتكلم على لو هو كان الحكم الرابع، اتاكدوا لي يا جماعه ان انا ماتش ما اعرفش الحكم الحقيقه. الرابع اللي كان واقف اعتقد ان هو صادق السلم اعتقد. المهم يا كابتن خالد ان شاء الله ربنا يكرم كده ويوفق، ويا رب يخيب ظننا، ويا رب الامور تعدي على خير ان ان شاء شاء الله الله، وكل اللي احنا عايزينه العداله والاتزان فقط لا غير، مش عايزين اي حاجه دي. ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن ياسر عبد الرؤوف.